شلون على هذه التمارين والحركات الرياضية؟ مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى محورنا الصباحي لهذا اليوم، علم الأدوية والسموم هو فرع من فروع العلوم الطبية الذي يتناول دراسة تأثيرات الأدوية والمواد السامة على الكائنات الحية، وأيضا يركز على فهم كيفية تأثير الأدوية على الجسم وكيفية تأثير الجسم على الأدوية. بالتأكيد ويتضمن ذلك دراسة آلية عمل الأدوية، تأثيراتها العلاجية والجانبية في كلا المجالين، ويتم استخدام تقنيات تجريبية ومعرفية لتقييم وتطوير أدوية جديدة وتحسين سلامة استخدام الأدوية والحد من المخاطر. وبالتأكيد للحديث أكثر عن ذلك مع ضيفتنا داخل الاستوديو تمارا شاكر، تدريسية في كلية الصيدلة وكاتبة وقاصة. صباح الخير على استمارة. شلون الأخبار؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله. صباح الابتسامة والتفاؤل. إحنا متفائلين وبالله شوفينا اليوم. حلو. إحنا مش متفائلة. تحياتنا إلك. تمارا، بداية أريد أسألك عن الأوبر هاي اليوم، اللي أعتقد أغلب من ضمنهم يعني أقرب شباعي شون أشرت هيك، فحتى اليوم تنطينا لا الحقيقة اللي اليوم دا أشوف أغلب الناس من ضمنهم أصدقائي حقيقة دا يأخذون هاي أو يتعاطون هاي الأوبر. أريد أسألك ما هي التعرضات الدوائية والأعراض الجانبية لأدوية حقن السكري تحديدا ستمارة، اللي دا يستخدموه الناس من أجل انقاص الوزن أو بحجة انقاص الوزن؟ طبعا هو اي يعني دواء يتم انتاجه هو بسلبيات وبايجابيات، بي سايد افكت يعني، وبينطي الهدف منه. لكن هاي الادويه راح شلون راح تشتغل؟ راح يعني تزيد الانسولين وتقلل السكر بالجسم، فبالتالي تزيد الهضم وتسد الشهيه. لكن هي يعني الشخص راح ينقص وزنه، يعني راح يحس انه يعني هي ما راح تجي على الدهون وتحرقها او راح تبني عضل نقول فتغير شكل الجسم، هي تشتغل بهاي يعني الميكانيزم، فراح يقل الهضم يعني اسفه يقل الشهيه. بس بنفس الوقت هي شنو السايد افكت اللي راح تسوي؟ هل هو اني انه هي حل امثل حتى ابتعد عن نظام غذائي وابتعد عن الرياضه؟ هل انه هو هذا الحل الاسلم؟ اكيد لا، هي بها سايد يعني افكت كلش قوي. يعني ممكن دائما هسه اللي يسووها يدزوهم تحاليل مثل الغده الدرقيه. ليش يدزوا على الغده الدرقيه؟ لانه هي اكو دراسات تثبت هي تسوي سرطانات بالغده الدرقيه اذا شخص يعني استخدمه، وحتى لو هو ما عنده مشاكل اكو دراسات تقول والبحوث يعني جاريه، لان هي ما صار لها فتره يعني كبيره موجوده. إيه؟ اضافه الى هي تاثر على الكلى، يعني تاثيرها قوي، فعدها يعني سايد افكت كلش قوي. يعني ما انصح بها انا يعني لو هي سليمه كان يعني اخذتها. اضافه الى يعني انه كان تركت الرياضه او تركت اسوي نظام غذائي، اضافه الى هي تنزل السكر يعني بطريقه سريعه، فممكن الشخص دائما اللي ياخذها بعيدا عن السرطانات، بعيدا عن امراض الكلى، او حتى دي يسوي التهاب بالبنكرياس، والتهاب البنكرياس كلش هي نفس الأبرة الحقن اللي يعني هي شو راح تشتغل من زي تحسس الانسولين؟ تشتغل على البنكرياس، فممكن البنكرياس يتاثر يصير به التهاب، يعني معناها حتى تاثر على الكبد. فممكن هي حتى طبعا هي حتى السايد افكت البسيط مالتها اللي هو ينزل السكر سريع، ممكن الشخص يصير عنده اغماءات، ممكن يصير عنده على طول غثيان وعلى طول استرجاع وعلى طول عنده امساك، او يعني يصير عنده اسهال. فيعني سايد افكت مالتها مقارنه بالفائده يعني ما اشوفه يستحق يعني. طيب تمارا، انت عندك معلومات عن الاوبر ممكن يعني هن تبدي سكسندا مونجارو او زنبك، تشوفين اكو شيء ممكن احسن من شيء لو كليتهم نفس السايد افكت؟ هي تختلف عن طريقه الاستخدام فقط، بس هي يعني السايد افكت يعني تقريبا يشتركون به. ايه يشتركون به. ايش وقت ينطوا الا شخص مثلا نقول يعاني من البدانه وجرب كل الحلول ومدى ينزل، هي شلون نقول اخر حل؟ شلون الدكتور يوصفها؟ يعني اكو دكاتره لما تروحي لهم يوصف لك انه ويعطيك اياها وصفه، اول شيء يسوي لك تحاليل ومن بعدها يقول لك انه ابدي بالدوز الفلاني اللي ممكن على سبيل المثال ابره المونجارو، ابدي بهذه الابره ومن بعدها تصاعدي على مود انه يكون اكو انخفاض بالوزن. بالتالي مثل ما ذكرتي انت كل هذه الاعراض هي تكون موجوده، الغثيان، النحول، الاختلال بالتوازن، التقيؤ،
الحالة النفسية اللي واحد يعيشها. يعني هسه على سبيل المثال انه انا مثلا من اخذتها يعني اكتئاب مو طبيعي، انه يعني تقعدين تبكين انه على لا سبب، اكتئاب هيك واحد يوصل بمرحلة حتى توصل افكار انتحارية. بالضبط الافكار اللي تحسين الافكار سوداوية، خصوصا اذا شخص انه يعاني من بدانة ويحس انه مدى يحاول او هذا النظام مدى يقدر يلتزم به، ممكن يجي احساس بالفشل بهذا الجانب، فممكن يعني تتحفز عند الافكار الانتحاريه. فهم يوصفوها من باب اعتقد انه مو كل السايد افكت تطلع على كل المرضى، لان هي احنا ما نقول هي كل اللي راح ياخذوها راح تطلع، هي نسبه. ممكن انت عندك افكار اكتئاب صارت عندك، ممكن غيرك شيء ياثر لك، لا تختلف من شخص بس هي النسبه آخر. مثلا نقول 10% 5% يجوز انت يعني يصير عندي شان يعرف شخص اخذها مجرد غثيان، ده يصير عنده هبوط دائما عنده شوكليت يعني كثير ما سوى شيء لانه ياخذ شوكليت مو يعني صغيره. خلينا نبقى بنفس الحقنه اللي هي المنحفه قبل ما ننتقل الى السؤال الثاني، يعني بدنا نشوف هاي المسميات كلها والاعراض كلها والمشاكل كلها والموضوع كله هو يصب انه الانسان نفسه الدينيه على المقلوبه والبامية والتجريب. طبعا مو بالله ايمان أيوة يعني انا شقول اسد سببي يعني غير ادرك زين يعني. هنا احنا على كل الاشخاص شنا اذا نتحدث، بس اذا اردنا ان نتحدث ما بين الذكور والاناث نعرف انه النساء شوي اكثر عرضه، مناعتهم نوعا ما اقل كونهم عندهم جهاز مختلف عن الرجل بما يخص الرحم، مراه، هرمونات العاده الشهريه، الحمل، هاي الامور ما موجوده عند الرجل، قد تكون مؤثره على المراه اكثر مما يكون تاثيرها سلبي على الرجل. يعني هو ممكن يعني ما يعني شلون نقول ماكو دراسات انه مقارنين رجال او نساء، هي كل هاي الاضرار على الكلى او على الكبد والغده الدرقيه اللي هي مشتركين بها، يعني ما اجى على نقول الهرمونات الانثويه فقط، حتى فالموضوع يعني مشترك للرجال والنساء. زين يعني بعد ما يعني انت برايك ما تنصحين انه احد ياخذ؟ لا ما انصحها، يعني انا اقول انه واحد يسوي صيام متقطع لانه يلزم شهيته شويه، صح. اذا عنده وقت يروح نادي اللي هو على المدى البعيد، انت من راح تتركيها راح ترجع الشهيه اضعاف، فاحنا ايش سوينا؟ نرجع على الاراده. زين ليش صدق انه يعني جتي فتره اخذتها وبعدين تركتها قمت ارجع اثمن اكثر؟ مو انت من يعني اخذت 10 مرتين مو انت من اخذتيها انسدت الشهيه فضعفتي فتركتيها راح تبدا تتحفز مو نفس يعني الحبوب اللي ياخذها مانع شهيه بعض هي نفس كل الاشياء ياخذها يضعف يترك الاعشاب او الصيدليه. ولذلك يشوف اليوم اغلب العقاقير يخلون بها نوع من الادمان الغير مباشر، يعني اليوم تترك تسمن تتعاطى هاي الحبوب تضعف او يصير عندك عدم شهيه، فلذلك اصبح الموضوع مثل المتاجره او اي لازم يعني واحد يعني الى معارب اخرى مثل المكاسب الماليه وغيرها. اي طبعا. زين اريد ان اتحدث عن الفيتامينات، يعني ست تمارا الفيتامينات الطبيه بصوره عامه لليوم اللي موجوده، هل هي فعلا قادره على تعزيز المناعه وتحسين صحه الجلد وبنفس الوقت دعم العظام اللي موجودة لدى الإنسان بصورة عامة اللي دائما ما يشتكي منها؟ طبعا يعني مثلا أنت تتحدث عن العظام، العظام كالسيوم وفيتامين دي. الفيتامين دي اللي هسه مشكلة العصر أغلب الناس دي حلل هو أنا دائما أشوف عندك حابطة. نقص فيتامين دي نقص فيتامين دي شنو قصة فيتامين دي؟ هو دي 3 هو يساعد على امتصاص الكالسيوم، يعني طول ما الدي نسبته طبيعيه الكالسيوم حيكون طبيعي، فكل ما يقل الدي تطلع عندنا مشاكل الكالسيوم مثل هي مثلا الهشاشه او مثلا الخمول والتعب او مثلا الصبح من يقعد الشخص يحس المنطقه الخلفيه من الساق متشنجه، فكلها هاي ترجع الدي 3 مرتبط ويا الكالسيوم. اي شخص ممكن انه يتعاطى الدي 3 او ياخذ الصيدليه؟ لا مو اي شخص، تشخيص طبيب لانه لازم يعني انا مثلا فتره من الفترات حللت طلع طبيعي ومشت الامور، وراها قمت احس باعراض الخمول والتعب، رحت حللت طلع الدي 8 فرجعت اخذته، هسه حللت اخر فتره طلع رجع بالنسبه الطبيعيه، انا اذا اظل اخذ دي واستمر اشهر طويله اكثر من 3 اشهر بدون تحليل راح تطلع لي المشاكل زياده الدي 3، ممكن راح يصير حصى بالكلى هاي اشهر يعني، لانه وش راح يسوي؟ راح يزيد الكالسيوم، يزيد الكالسيوم، صح، فحيصير حصى بالكلى او امساك او وغيرها من الاعراض.
طيب اكثر الناس تماره لما يجي دكتور او ممكن يعني صيدلاني او الى اخره يوصف لهم وصفه معينه يقول له انه هي هذه الوصفه هي طبيعيه، يعني من مواد طبيعيه غير مصنعه او غير كيميائيه، فبالتالي انه انت من وجهه نظرك تشوفين اي شيء انه هو من مواد طبيعيه هل هو انه يكون غير ضار وانه هو يكون طبيعي انه الواحد ياخذه بما انه يسمع انه هي مواد طبيعيه، لو هم مرات انه تكون هي مواد طبيعيه بس هي تكون مؤثره بالنسبه لجسم الانسان؟ لا طبعا، هي حتى الادويه اللي يشتقوها من مواد طبيعيه هم كثرتها ضاره. مثلا هسه احنا ناخذ مثال فيتامين اي اللي هي ياخذوه للبشره وياخذوه المشاكل الجلديه، اول ما يعني وحده انه تريد تصير حامل بعدها ما صايره حامل يقولوا لها حتى الاغذيه اللي بيها دي اي مثل الكبد اللي يعني ناكله يمنعوه عنها. ليش؟ لانه يسوي تشوهات بالجنين. هو نرجع، هو فيتامين اي هو شيء يعني فيتامين طبيعي موجود بالتغذيه، فاي شيء يعني كثرته او يعني عن الحد الطبيعي هي ضاره، ما له علاقه انه مصدره طبيعي او مصدره مو طبيعي. هسه خلينا نحكي عن تماره نفسها، وين راح نروح بجانب اخر مختلف من والله. اريد نحكي عن تماره اللي هي ضيفتنا اليوم ببرنامج يوم جديدا بعيدا عن الصيدله وعن الطب. اليوم انت شلون قدرت توفقين ما بين العلوم والاداب؟ يعني شيء مختلف عن الثاني، وحتى يبدي تقسيمه من المرحله الثانويه يعني مرحله الاعداديه. هو بدا الموضوع عندي القراءه من الابتدائيه، كانت اكو مكتبه يعني يم المدرسه وتبيع قصص، وبدا الموضوع اخذ قصص واشتريها. بعدين بدا اني عندي حب الكتابه، كنت اشوف اسم الكاتب جوا القصه او جوا النشيد اقول انا بيوم من الايام راح اكتبهم، راح احط اسمي جوا نشيد او جوا قصه. حلو. بعدين المدرسه والكليه يعني كتابات بسيطه او حتى يعني ما اشوفها لاحد استحي. ورا التخرج لا صار الموضوع لا انه احس لا لازم اكتب، انا عندي افكار وعندي اشياء يعني ممكن انه انا شخصيه خجوله بالحقيقه بس احب اعبر عن يعني افكاري بالكتابه. فتقريبا نقول صار 15 سنه او هيك شيء بديت يعني اكتب بصوره مستمره واقرا هم يعني ايضا بصوره مستمره. 15 تقريبا. 15 شنو؟ سنة. 15 سنة أنت تكتبين؟ إيه. ما شاء الله. ما جايبت لنا أي شيء من الكتابات عشان خلينا شوي تستمتعنا بالقراءة. أكو شيء نازل أونلاين على؟ لا مو أونلاين، هي عندي أنا 5 قصص للأطفال. واو. وعندي 3 كتب للكبار، يعني رواية ومجموعة قصصية، وكتاب الأول هو كان كتاب نصوص. الكتاب طلع قبل تقريبا نقول 9 سنين. شنو أسماء المجلات وشنو أسماء الكتب؟ القصص الأطفال هي 5 عناوينها طوال، فحنطيك القصص لآخر رواية اللي هي مذكرات بيت بغدادي، وقبلها مجموعة قصصية. لا الكبار هذه يعني رواية. ومجموعة قصصية اسمها حكاية ناي، وكتاب الأول نصوص اللي هو تقريبا قبل 9 سنين صدر اسمه وجع غافي. يا وجع وجع غافل يعني غافل. عن تراث العراق والبغدادي يعني اشوف من خلال العناوين، لكن يوم هنا اكو نوعا ما خطوره بالقصص اللي ممكن انه تكون بين متناول الاطفال طبعاً. يجب ان تدرس بعنايه وبطريقه صحيحه وتعرفين انت قبل القصص او حتى المجله تعرض على الكثير من المعنيين قبل ما انه تكون موجوده او متوفره بالاسواق. اليوم القصص اللي كتبتيها عن ماذا كانت تتكلم؟ قصص الاطفال طبعا انا كتبتها من يعني جبت بنتي هسه هي 3 ابتدائي. الله يحفظها يا ربي. يحفظها ان شاء الله. فبدت اني اقرا لها القصص بالليل قبل النوم، فاجاني انه انت يعني اول بداياتي كانت قراءه قصص الاطفال، فعجبني انه فكره اكتب قصص عن الاطفال خياليه وبنفس الوقت بيها جانب تربوي. فمثلا قصه تحت سرير يبو يتحدث عن طفل يخاف، فالخوف كائن تحت سريره، فيبدي الكائن يكبر طول ما هو يخاف من العنكبوت، يخاف من عبور الشارع، يخاف من الحيوانات، الى ان الكائن يحتل غرفته كلها. فشلون يواجه الخوف؟ كل ما يواجه الخوف يبدي الكائن يصغر. اي يعني مثلا قصه اللي هي عن مواجهه الخوف. حلو هاي توفقين وياها صور طبعا لانه على الفئه العمريه من يا عمر اللي يا عمر هذه هاي القصص يعني من نقول عمر الابتدائيه اللي هي من الاول للعشر سنين، لانه تكون يعني الصور يعني تقريبا 60% و40% كتابه. بس القصه عندي عيد ميلاد قرود اللي هي عن قرد يسوي عيد ميلاده ويصير عاصفه،
فحيوانات الغابة يساعدوا. هاي لا، هاي مال فئة عمرية من 2 إلى 4، فتكون أغلبها رسوم والكتابة قليلة. وتكون يعني الأم ممكن إنه هي لا أي الأم تقرأها، بها جانب مثلا بها ألوان من يعد البالونات وبها أرقام يعني من هالباب يعني. كل التوفيق يا ربي، تستاهلين. طبعا اليوم احنا كنا نحكي أيضا عن مجلات قبل المزمار ومجلتي ومجلة ماجد طبعا العربية، فشد أقول للعمر أنه إحنا ماكو ما عدنا يعني صراحة أنه إحنا ما نعرف أنه أكو مجلات يعني المفروض أنه يسلط الضوء على هذه المهارات عمر، يعني أنه إحنا ماكو إعلان كبير ممكن أنه أنت لحضرتك. شلون تقدرين تروجين عن هذا التفاصيل وتوصليها للمجتمع أكثر يعني؟ هو يعني الجانب الوحيد اللي استخدمه هو على الإنترنت، على الإنستا، على الفيسبوك. نعم. خاصة بس؟ أي يعني هو مثلا مرات أنه أروح مكاتب، أروح معارض كتب، يعني من هاي الأشياء. يعني تصدريها يعني للمكتبات؟ أي طبعاً، أنا طبعتها بدار نشر، ودار نشر هو بعد مسؤولية التوزيع، وأنا مسؤولية الترويج مثلاً إنه إذا أكو ندوة أدبية أو مثلاً معرض كتب، معرض العراق أو معرض بغداد الدولي. حلو، أي لازم أحصل بيشارك هذه المعارض يعني. أكيد أنا وعمر اليوم هم ننشر إن شاء الله بي الحسابات مالتنا، ونتمنى أيضا أنه يعني يسلط الضوء. هذا جدا موضوع مهم وإحنا نفتخر بيك، ويعني اليوم القليل من البنات اللي هم يفكرون أنه هم يكتبون أو يشعرون أو أنه يذكرون الأطفال بهذه المجلات اللي تكون كلش مهمة. يعني أكو مجلة كانت تطلع كل أسبوع اللي هي مجلة مجلتي والمزمار، ويرفق بها صور الأطفال اللي هم يكونون قراء، يعني يشاركون عن طريق يكون اكو ابلكيشن او يكون صفحة. اكو لينك بالضبط، او الجريده اللي كانت قبل تنشر بها ايضا صور حتى تكون تحفيز للاطفال انهم يقروها ويشاركون، وتكون لي برا اكو العاب هذه اللي العاب التسليه للذكاء. مرافقتها هذه المجله؟ لا انا كلها قاريتها يعني. لا قصدي رافقتها بالمجله انت اللي القصص؟ اي لا هي اللي قصه مو مجله مطبوعه يعني تقريبا كل قصه 20 صفحه، فهي يعني بدون هذه الالعاب يعني تكون. كل قصه مطبوعه مجلد واحد. حلو. ما بين الاداب وما بين يعني الصيدله والطب وعلم الادويه والعقاقير وكتابه القصص وتعليم الاطفال وايصال مجموعه من الرسائل لهؤلاء اللي قدرا ممكن نعتمد عليهم. شكرا لك. نعتمد عليهم بالمستقبل، ممكن ايضا يدخل في نفس المنهاج او القصص اللي انت تقدميها للاطفال، نتعلميهم على الصحه، كيفيه العنايه بالصحه، كيفيه الاحتفاظ بصحه سليمه من دون نعومه اظفارك، يعني تحديدا للاطفال، من خلال الجمع ما بين الاداب والصيدله الطبيه. طبعا هي احنا دائما الافكار اللي نوصلها للطفل، مثلا اذا اقول له مثلا غسل اسنانك يجوز ما راح يستجيب، بس من خصوصا العمر الصغير اللي هو من 2 إلى 4، بس من راح تحكي له الموضوع عن طريق قصه او عن طريق فيلم او كرتون ممكن كلش يعني يتاثر. فاني بالنسبه لي مكاتبه انه على جانب الصحه، بس قاريه لها يعني على جانب الصحه. مثلا اكو قصه اتذكرها اسمها صابونه نونه، هي هم اسمها نايف، فتقول هاي حلوه القصه خلي اني اروح هم اسوي مثلها. فالاطفال يتاثرون اذا يعني خاصه من هم صغار، ايوه نظافه الاسنان اكو قصص يعني فتاثر بيها. صابونه نونه حلوه ترى. اي حلوه. اي كلش. دائما حتى اشوف بعض الاطفال ما يحفظون ما يحفظون بعض نتذكر القصيده خلينا نسميها، لكن يحفظونها عندما تكون على شكل قصيدة أو أغنية على شكل لحن. على ذكرين 1 2 3 أو أي بي سي دي إي إف جي، يعني حتى كانت الحروف الإنجليزية يحفظوها على شكل أغنية أو لحن موسيقى. والله صحيح، ليش الأغنية حتى يعني؟ لا يعني والله صحيح، هسه ميار بنتي تحفظ الأغاني أكثر مما تحفظ دروسها، فلذلك تخيل دروسها يعني على شكل أغاني. لازم هي. لا صحيح يعني صدق، ليش مو تكون يعني شلون نقول من جانب تفاعلي، تكون يعني اشياء تفاعليه، خصوصا الاطفال الصغار يستجيبون لها. اي صحيح، تكون الحفظ اسرع. طيب تمارا، هل هناك زياده بالطلب على المختصين بمجال الرعايه الصحيه بالعراق؟ وهذا اكيد ما يفسر انه افتتاح كليات واقسام جديده بكل سنه، بمعنى هل يستوعب القطاع المحلي كل هذه الاعداد؟ لا أنا ما أعتقد أنه يستوعب، أكو اكتفاء، بس نفس الوقت أكو كليات تنفتح بدون حاجة. والدليل هسه المظاهرات الطلاب اللي وجبت خريجين 23 مظاهرات وتعرضوا إلى
مواجهات بين الشرطة يعني المفروض إنه هم صار لهم أنا من يعني تخرجت ورا تقريبا 6 شهور تعينت هم عبروا السنة. شلون تعينتي؟ وأنا صيدلة. لا إحنا تعين مركزي. آه أنت تعين مركزي. ايه بدي أقول. إيه بس هم هسه هم خريجين وهم صيدلة وأسنان. بس مو تعينهم مركزي. ايه يعني متأخر تعينهم فإذا أكو ماكو يعني اكتفاء وماكو موازنة فإذا أكو ذولا يعني إنه أكو احتياج. كان عينوهم وبنفس الوقت المفروض يعني عدد الطلاب بالكليات يحدد يعني ليش أنا دا أقبل 450 طالب بكل مرحلة أسويها 100 حتى يعني يكون حاجة لهم بدون ما يصير هذا الاكتفاء. طيب بس تمر هل هنالك علاقة ما بين أدب الصحة النفسية إذا صح التعبير وبين دراستكم الأكاديمية المعروفة اليوم؟ هل يستفاد منها طلبة المجموعة الطبية بصورة عامة اللي حاليا متواجدين بها الجامعات والكليات؟ أنا أشوف إنه إحنا كطب أو صيدلة نقرأ عن المرض ونقرأ عن الأدوية اللي نستخدمها والجانب الميكانيزم أو نشوف إنه شلون يشتغل الدواء والسايد إفكت. الأدب بطرق تشافي يعني مثلا إنه أكو يعني شلون نقول أكو علاج بالفن أكو علاج بالقراءة اللي هي مثلا تقرأ كتاب يتناول مثلا موضوع الاكتئاب والطرق اللي شلون تواجه المرض فهاي تصير أشياء أدبية اللي هي تندرج تحت علم النفس. فممكن الطب يعرفنا عن المرض والأدب يعلمنا عن طرق تجاوز الموضوع أو التعامل وياه بطريقة صحيحة من جانب النفس. لذلك اليوم نشوف أغلب الأمراض اللي يعاني من عندها الناس تحديدا كبار السن والله مو حتى كبار السن حتى الشباب بسبب عوامل نفسية. أغلب الأمراض بل 80% أو 90% يمكن تأيديني هو بسبب عامل نفسي أو قناعة الذاتية بأنه أنا مريض أنا تعبان أنا يوجعني جسمي أنا عندي مفاصل أنا شو نفسي ضيق. وممكن أنه يضعف الأمر إلى فعلا يكون تكون مشكلة صحية حقيقة أو عائق لدى هذا الإنسان بسبب تكهنات أو تفكير أو هوس ممكن أنه دائماً يرافقه. إذن أغلب الأمراض هي نفسية مثل ما جلس على هذا المكان العديد من الأطباء والمختصين بمجالات مختلفة. حقيقة أغلب الأمراض يتحدثون بها هي جانب أو عارض نفسي. هي الأمراض النفسية مهمة ويعني الشخص المفروض اللي عنده يعني أعراض أو يحس نفسه أنه مدى يؤدي واجباته أو روتينه اليومي بصورة طبيعية المفروض يشوف طبيب نفسي أو استشاري نفسي اللي هو عن طريق الحوار يصير بدون علاج. لأنه الأمراض النفسية إذا تتطور راح تسوي أمراض جسدية ممكن أبسط شيء أنه مشاكل بالقلب اللي هي يعني أكثر شيء شائع فالأمراض النفسية ما نستهين بها إحنا. طيب تمارا أنت قبل شوية ذكرتي قلتي أنه قسم الصيدلة أنه صار أكو مثلا فل أو أكو فائض بالتعيينات برأيك يا قسم من الجامعة إذا ممكن أنه طلاب السادس زي يشاهدونه أنه يدخلوا له ممكن أنه عن طريقة اللي يفكرون بالتعيينات أكو هواية ناس أقلها يعني مقتصر أنه لازم أتعين ما يصير أنه هو يفتح مشروع الخاص أو يعني يروح شركة أهلية أو إلى آخره أنه هو يريد يتعين فبرأيك أكو ممكن اختصاصات يدخلها من بعدها أول ما راح يتخرج راح يعني يلقى التعيين بسهولة؟ هو الصيدلة والأسنان أنا برأيي هي بعد السنوات يعني القادمة راح تكون مثل الهندسة اللي هي حاليا يعني ما لها تعيين بينما بزمن آبائنا يعني بابا مهندس يعني عادي تعيين. فأعتقد بس الطبعة ممكن لأنه بسبب قلة الجامعات الأهلية دي يصير فهو بالنهاية الشخص يروح الاختصاص اللي يحبه يقدر يطور نفسه مثلا إذا جانب أكاديمي مثلا يكمل ماجستير يكمل دكتوراه أو مثلا هو يحب هذا الشغل فرحي إنه يلقى نفسه بيبدع به. أما هو يروح لهذا الفرع لأنه تعين فما أعتقد إنه فرص الصيدلة أو الأسنان أو مثلا التحليلات اللي لهم مثلا نقول فات 10 سنين راح يكون هذا الشيء موجود. تمارا سديتي بوجههم نطيتهم ولا اختصاصي راحوا لحتى يتعينوا لا يروح الشيء اللي هو يريده اي هو يعني دائما اكيد الانسان لازم يتبع شغفه مثل ما يقولون. ما بين الاداب ايضا مره اخرى اللي دعم اليوم مجموعه بشخصيه تمارا والصيدله والعقاقير والادويه العلاجيه وتحدثنا عن العلاج عن طريق الحاله النفسيه والادبيه وعن طريق قراءة القصص. سمعنا أنه كتبتي قصص للأطفال هل يا ترى هنالك قصص للكبار قد تكون أيضا علاجية للكبار المراهقات الحوامل إحنا نشوف بعض القصص ممكن أنه تستانس بها المرأة الحامل حقيقة فممكن أنه أكو ربط ما بين الصنفين.
أنا بمجموعة القصصية حكاية ناي تناولت يعني الجانب النفسي اللي يخص المرأة بعدة قصص، نقول تقريبا أكثر من نصف الكتاب، بينما أنه أكو كتب أخرى اللي يكون مو أنا كاتبتها، أنا قاريتها، تتناول يعني الجانب النفسي وطرق وعلاجه عن طريق قصة أو عن طريق بطلة الرواية، المطبات اللي تشوفها وشون راح تواجهها عن طريق الأدب. فممكن يعني ست تمارة سعيدين بوجودك شوينا اليوم ببرنامج شام جديد، ونتمنى لك المزيد من الإبداع والتألق والنجاح في مجال عملك المهني وأيضا على المستوى الشخصي.